أبو أنس، هل القرآن فيه مجاز؟ نعم شيخي الكريم. ده كانت أختي بتسأل. آسف، يبقى أنا أم أنس، أنا كتبت أبو أنس. أبو أنس بيسأل سجدة التلاوة تقريبا. أم أنس. أم أنس، بارك الله في الجميع. نعم شيخي الكريم. نعم. القرآن، المجاز في القرآن، من أهل العلم من قال إن القرآن، إن القرآن ليس فيه مجاز، وسماه ابن القيم طاغوت المجاز. وأيضا قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن. لكن الراجح من أقوال أهل العلم بعد التحقيق في المسألة أن القرآن فيه مجاز، لكن ليس في الأسماء والصفات. يبقى المجاز ليس في أسماء الله وصفات الحسنى ولا في صفاته. لا، أسماء وصفات ليس فيها مجاز عند أهل السنة. نعم. إنما الكلام في غير الأسماء والصفات. المثال المذكور: يجعلون أصابعهم في آذانهم. وما المانع أن تكون على الحقيقة؟ يجعلون أصابعهم. مش أنت ما بتحبش تسمع، مش بتعمل كده؟ هذه الأصابع. هو يضع هذين الأصبعين. للمبالغة. هو أطلق الكل وأراد الجزء. أيوه، أراد الجزء. أهل البلاغة يقولون مجاز مرسل. أيوه. نعم. فهو دي للمبالغة، ليس إصبعا واحدا، وإنما كأنهم يضعون كل أصابعهم في أذانين. واسأل القرية. واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، واسأل العير التي كنا فيها، العير الجمال تسأل. نعم. فالراجح والله أعلم بعد تحقيق المسألة أن المجاز يقع في القرآن، لكن ليس في الأسماء والصفات. جزاك الله خير شيخنا الكريم.